اهلا وسهلا تفضل. الله يخليك. كنا قاعدين احنا واصحابنا كده اختلفنا كده في راي، هل احنا بنصدق الغرب في كل حاجه ولا ما نصدقهمش؟ فاختلفنا في حته ان الارض كرويه والارض مش كرويه، وهل هي ذكرت في القران ان هي كرويه ولا لا؟ لا، عندنا الذي في القران افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: والأرض وما طحاها. وعلى هذا الغرار آيات: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، إلى غير ذلك. ف يمكن قد يمكن الجمع بين هذا وبين ما يذكر، نقول ان الشيء المتسع كثيرا كثيرا ما تراه. نعم، وترى الجبال تحتها جامده، هذا يوم القيامه اذا ربطتها بما بعدها. اذا ربطتها بما ورايت شيء في الاخره. رب السماوات والارض وما بينهما. ايوه، ايه المشكله؟ يعني ما هو ده اكبر دليل، الارض مش كرويه ومرميه في الفضاء زي ما بيقولوا كده. خلاص، الله يبارك فيك، الله يسلمك. انا قلت لك ما اعلمه من كتاب ربي، وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. بارك الله فيك يا الشيخ.